İyi haftalar. محاضرتنا اليوم على البريزنت بريزنت تنسز، يعني صيغ الأفعال الحاضر. فالحاضر بنوعين من الحاضر، اكو حاضر اللي هو سمبل بريزنت او بريزنت سمبل، واكو كونتينيوس بريزنت كونتينيوس، بريزنت سمبل وبريزنت كونتينيوس، يعني الحاضر البسيط والحاضر المستمر. هذا فد شوف هنا عندك فد تمرين بسيطة، هذا يقول قد يعني تخلي واحد المهم كلش، وتاخذها واحد اثنين ثلاثة أربعة حسب قلة الأهمية، يعني ستة يصير أقل أهمية من بين هاي الستة. ف يقول لك good friends, a good job, being healthy, money, having fun, family. يعني طبعا أهم شيء في الحياة أنه being healthy، طبعا هذا أهم شيء. بعدين ناخذ بالدرجة الثانية، مثلا شنو بالدرجة الثانية؟ good friends لو good job، يعني ممكن يكون good job بالدرجة الثانية. بالدرجة الثالثة good friends. بالدرجة الرابعة مثلا عندك الفاميلي، الفاميلي هم مهم، يعني ممكن الفاميلي وين يجي؟ يعني ممكن يجي بالدرجة الثانية الفاميلي، بعدين good job، بعدين good friends، بعدين money، بعدين having fun. زين عندك هنا فد دايالوج، فد حوار، يعني look at the picture of rough. هاي هنا اسمها rough flowers. rough flowers read and listen to the article about rough. How old is she? What does she look like? شوف هنا لما واحد نسأل نقول how old، يعني على العمر. how old is she؟ يعني هذا how old is she is هنا هو present، هذا يعني فعل مساعد يسموه auxiliary verb، فعل مساعد. what does she look like؟ طبعا what does she look like يعني هي تشبه شنو. what does her family think of her؟ هاي سنجي نشوف هنا يقول rough flowers is not an ordinary grandmother. She's in her 70s and has silver hair and bright red lipstick. She's a DJ and works in clubs in Europe and tours festivals. هذا يحكي عن يعني وحدة عمرها 70 سنة اسمها Ruth Flowers. يقول it's not an ordinary grandmother، يعني هي جدة، بس يقول هي مو جدة اعتيادية، يعني احنا نعرف انه جدة تكون يعني كمرة كبيرة 70 سنة، يعني قاعدة بالبيت او ما تطلع او كذا، لكن هي يعني تحب يعني تغني، تطلع تروح كلابس كذا. and has silver hair، شعر فضي، and bright red lipstick، يعني حمرة
حمرة براقة حمرة تخلي يعني she is a DJ and works in clubs in Europe and towards festivals. She's a DJ. DJ ما أعرف تعرفون معناها أو لا. الدي جي هو منسق الأغاني، يعني اللي يعني يختار أغاني ويعزفها، يعني حسب جو الحفلة، يعني جو الحفلة شنو يختار ذاك النوع من الأغنية فيسموه دي جي. And works in clubs في تعمل في النوادي في أوروبا and tours festivals في جولات في جولات المهرجانات festivals مهرجانات. She lives alone in Bristol. هي تعيش وحدها في بريستول. She says يعني تقول يعني she says يعني هسه تقول يعني أو يعني تنقل فتحت شيء إلها فنقول she says I've got a son and a grandson. I've got a son and grandson. I've got شوف هاي العبارة I've got يعني هي ممكن تجي كذلك نقول I have يعني أني أملك أني عندي. طبعا I've got أو نقول I have هي نفس المعنى يعني أني أملك أو أني عندي، لكن هي تجي هسه نجي نشوف الاستعمالات مالتها. يعني هي I've got هي يسموها informal. هاي الانفورمال يعني تجي بالحكي يعني بالسبيكينج، يعني ما تجي بشيء رسمي بالكتابة. يعني بالكتابة لما ينكتب فشيء رسمي ما يقولون I have يقولون I have. بس هنا هي إذا تحكي يعني باعتبار مثل خلينا نقول إذا مثلا واحد سوى لها لقاء أو شو اسمه فتقوم تحكي كلام يعني سبيكينج يعني يصير في الدايلوج فتحكي فاستعمال I've got يصير يعني أكثر فيسموه informal. بس الثاني يسموه formal. I have a son and a grandson يعني عندي ولد وعندي حفيد grandson حفيد. They think what I'm doing is very cool يعني هم يعتقدون اللي أسويه أني هو كلش رائع وكلش ممتاز وجيد. طبعا cool is very cool. كول هو تيجي يعني يمكن تعرفون هالمعناها تيجي يعني فشي بارد نقول عليه كول. بس يستعملوا كذلك هاي الكلمة تيجي لها معنى آخر اللي هو جيد رائع ممتاز كل زين. يعني يمكن أنتوا إذا متفرجين أفلام أجنبية مرات بالحديث تشوف واحد يقول له كول يعني يقول له يعني على فتشي يتعجب عليه يقول له كول يعني فتشي رائع كلش زين ممتاز زين. She likes rock bands such as Queen and the Rolling Stones. She likes rock bands. Rock bands اللي هو يعني فرق الروك. هذا الروك هو نوع من الميوزك يعني نوع من الموسيقى يسموه روك. Such as Queen and Rolling Stones. هذول فرق إنجليزية وأمريكية فرق معروفة يعني في مجال الروك ميوزيك. فيقول بعدين but she also plays electro and dance music. لكن كذلك plays يعني تعزف أكو أنواع من الموسيقى اللي هي electro and dance music يعني تعزف أنواع من الموسيقى اللي هي electro والدانس. I love being with young people, she says. They have got so much energy and enthusiasm. يعني أنا أحب أن أكون ويا الشباب ويا يعني بالكلاب ويا الناس اللي يكونون بعدهم شباب. They have got so much energy بسبب أنه هم يعني عندهم طاقة وانثوسيزم حماس يعني طاقة وحماس.
فيعني هي مو من النوع اللي يعني باعتبار كبيرة بالعمر، وسبعين سنة تقعد بالبيت يمكن تعتقد، يعني يمكن لما تقعد بالبيت راح تجيها الأمراض بعد أكثر، بينما إذا تتحرك وكذا، وحتى وهذا يمكن هم فد شيء سايكولوجي يعني نفسي، يعني واحد لما يعتقد أنه هو هاي هي انتهى يعني عمره كلش كبر، فيقوم يتصرف وكأنه يعني حياته بعد ما باقي له شيء، ولما يتصرف هيك يمكن بعد فعلا تجي الأمراض، بينما إذا هو يتصرف العكس يمكن يعني صحته تكون أحسن أو كذا، أو يعني نفسيا يكون متهيئ أكثر. She's planning another European tour. She's planning another European tour. شوف هنا she's planning يعني هي حاليا she's planning، هذا يسموه present continuous. هذا present continuous، هذا بالدقيقة يعني مو نقول الدقيقة يعني، بس هي حاليا خلال هاي الفترة اللي احنا دا نعيشها هالأيام هي دا تخطط إلى جولة أوروبية European tour and is currently making a new single يعني a new single and he and is currently يعني حاليا is currently making a new single دا تسوي أغنية جديدة. يعني هذا التعبير a new single هو single اللي نعرفه هو معناته مفرد يعني فد شيء واحد أو single، بس هنا تجي معناته يعني تسوي فد أغنية جديدة يعني a new single تسوي فد أغنية جديدة. I'm having a lot of fun يعني شوف هنا هم هذا present continuous. I'm having a lot of fun she says I don't want to stop. I don't want it to stop. I'm having a lot of fun. يعني أنا أملك الكثير من المرح. أملك كثير من المرح. وأني ما أريد هذا المرح يوقف يعني يستمر. زين. شوف هنا أنا أكو مثلاً هنا. She's a DJ and works. She's a DJ and works. هذا present simple. In clubs, كذا. She lives. هذا present simple. زين. حكينا لكم على I have got. They think هذا هم present simple. What I am doing يعني هنا أنا present continuous. أعتقد أن تفتهم هو ليش present simple وشنو present continuous. يعني الـ present simple يكون يكون مثلا الضمير وبعدين يجي الفعل بالصيغة الاعتيادية مالته، بس إذا كان الشخص الثالث راح نخلي له S. إذا continuous راح يأخذ am، راح يأخذ is أو are ويا الفعل زائدا ing. أي طبعا انت مرة عليك اكيد يعني زين. كتبتوا اساميكم الحضور؟ نعم نعم استاذ مسجلين اسامي. نعم استاذ. اوكي الشرح اوكي ده تسمعوه ما عندكم مشكلة؟ ايه استاذ نسمعك. اوكي ايه استاذ نسمعك. زين طبعا هو اتوقع اني شويه كان اللابتوب مالتي هم بس استاذ لو المحاضره استاذ لو المحاضره تنزلها للكلاس قبل البدء بالبث حتى احنا هم من يمنا نقوم نسجل يعني من تترجم انت بلا زحمه عليك يعني انزلكم المحاضره قبل أيوة قبل ما ناخذها قصدك؟ اي والله لان استنسخ عليها واحنا من حضرتك تشرح احنا هم نترجمها من يمنا حتى نعرف. اوكي ماكو مشكله انزل لكم بعدين اليونت شو اسمه هسه احنا راح ناخذ نص اليونت بعدين انزل لكم اليونت
النصف الثاني انتم بعدين اقروا وش اسمه يعني على المحاضره الجايه. يا اهلا. زين، هاي بالنسبه للدايلوج الاول. عندنا دايلوج ثاني اللي هو يقول read and listen to the article about Fraser. What is his company? How old was he when he started it? What does his charity do? يعني أسئلة، يعني يسأل وهسه يجي يقول the super jam millionaire. هذا هو اسمه فريزر دوهرتي. فريزر دوهرتي هو تشوف شاب، يعني شاب صغير، يعني يجوز بعمركم، يجوز فد سنة سنتين أكبر منكم، بس هذا صار مليونير صار بسبب أنه كان يصنع جام، يعني يصنع مربى. فهاي المربى يصنعها برسبي، يعني بوصفة سكرت ريسبي، يعني فد وصفة سحرية أو فد وصفة خاصة، طبعا ما ينطيها لحد. الظاهر هاي الوصفة طلعت لها فد مربى كلش طيبة وفيها فد طعم يعني يعني extraordinary، يعني فوزعها بالسوق ونالت إعجابهم وقام يصرف البضاعة كلش كبيرة وصار مليونير. وبعد حتى الهندسة هم بعد بدرهم ما يشتريها. زين، فيقول فريزر دوهرتي is an extraordinary young man. هو شخص يعني extraordinary، يعني شخص غير طبيعي، يعني فوق ال يعني عنده فد ميزات خاصة. extraordinary young man. He has his own company super jam، يعني عنده شركته الخاصة اللي هي شركته مسميها سوبر جام، يعني المربى الفائقة أو المربى السوبر، يعني which he started when he was just 16، يعني كان عمره 16 سنة وبدأ شو اسمه بهاي الشركة سواها. I earn more money than my parents، he says. يعني هو ايش دا يقول؟ دا يقول اني شو اسمه جمعت او حصلت او ربحت فلوس اكثر من امي وابويا، جمعت وحصلت. His company makes jam 500,000 jars every year using a secret recipe from his grandmother. فهذا هو مين جابه؟ جاب الريسيبي، طبعا هذا ريسيبي هي الوصفة، يقول سيكريت ريسيبي يعني وصفة سرية، حصلها من جراند ماذر اللي هي من جدته، يعني من بيبيته حصلها. وسنويا كان يهيئ 500,000 إناء من المربى يبيعها يعني للأسواق. All the major supermarkets sell his products. The business is growing fast. 4 flavors at the moment, but more on the way. يعني يقول all the major super، يعني كل ال شو اسمه الأسواق السوبر ماركتات، الأسواق الرئيسية تبيع المنتج مالته، والبزنس مالته هذا شغله قام ينمو يعني كلش سريع، ويعني قام يربح هواية وبشكل سريع. وعنده 4 flavors، يعني عنده 4 نكهات أو أطعام يعني حاليا من هاي المربى، 4 أطعام. But more on the way، يعني بالطريق بعد أكثر راح يسوي. And he has a charity that organizes huge tea parties for all people with light music and dancing. يعني يسوي حفلات للصدقة، للتصدق. He has a charity، يعني عنده صدقة. فشي يسوي؟ يدير a huge tea parties، يعني حفلات الشاي التي للناس العجائز all people.
مع ويا موسيقى حية ورقص كذا، يعني هم طبعا الكالتشر مالتهم يختلف يعني هناك، يعني عندهم هيك أمور يعني مرغوبة أو يسووها، يعني طبعا احنا غير شكل تقاليدنا وكالتشرنا غير يختلف. At the moment I'm very busy, I'm writing a cookbook. يقول at the moment يعني هو هسه حاليا كلش مشغول. فهو شوف بالبداية انطاك شو اسمه يعني الوقت، يعني يقول لك at the moment I'm very busy، أنا كلش مشغول حاليا. وبعدين لما حكي عن ايش دا يسوي حكاها بال present continuous اللي هو قال I am writing a cookbook. شوف I am writing يعني حاليا هسه أنا بهالوقت بهالأيام أنا دا أكتب كتاب عن الطبخ cookbook. بس طبعا هو ما يصير يقول مثلا I write a cookbook، يعني هذا يصير غلط، لازم يقول I am writing a cookbook. ليش؟ لأنه دا يحكي على حاليا هو مشغول بهل كم يوم. دائما ال simple present يجي على فتشي habit يعني فتشي عادة، يعني عادة يومية. مثلا أنت تقول تقول أني يومية أداوم بالكلية الساعة 8 الصبح، تقول I always go to college at 8 o'clock morning. I always go. ما تقول I am going. ما يصير. لأنه تحكي على فد هبت فد شيء يومية، يعني فد شيء مثل صار عندك فد شيء مكرر وده تحكي عنه يومية أنت تسوي. فلازم نجيب له simple present. بينما أنت تقول هسا أنا راح أطلع، يعني إذا تحكي ويا مثلا أخوك أو أبوك تقول أنا راح أطلع أروح الكلية، تقول I'm going to college now. زين هيج I'm writing. بعدين يقول I have got an idea for a TV program and we are trying to get into the American market. يقول أنا يعني جاني فد فكرة. I have got an idea يعني أنا عندي فد فكرة. I have got أو ممكن نقول I have an idea، يعني هي نفس المعنى بس مثل ما شرحت لكم يعني بالإنفورمال لما يكون يعني كلام واحد دا يحكي مثلا بلقاء أو كذا، يعني مو فد شيء تحريري. يقول I have got an idea for a TV program، يعني لفد برنامج تلفزيوني يريد يسوي، ممكن هو عن الطبخ أو شوف شنو. بعدين يقول يكمل and we are trying to get into the American market، يعني احنا دنحاول حاليا. شوف we are trying to get into the American market يعني دنحاول انه ندخل في السوق الأمريكية، يعني عنده بضاعة وده يصنع، هو طبعا انجليزي هو، فدخل أول شيء طبعا بالسوق البريطانية، فهسه يريد يتوسع ويدخل بالسوق الأمريكية. زين هسه نجي هنا شوف يقول which two present tenses are used in the text, find examples of both. Which two present tenses اللي هي قلنا لكم التو شني واحدة present simple واللغ present continuous، وتقدر تجيب عليه أمثلة، يعني الأمثلة هواية. هسه نجي يعني نشوف يعني بعد باقي الموضوع كثير. يعني look at the sentences which refers to all time which refers to now، يعني هاي الجمل، هاي أربع جمل ياهو اللي تشير لنا إلى كل أي زمن، و all the time طبعا اللي قلت لكم هو فتشي هابت عادة كل يوميا نسويها أو مستمرة نسويها يوميا، هذا present simple. Which refers to now
يعني حاليا فهذا present continuous. فس he makes a lot of money. هذا شنو؟ هذا present simple. He makes a lot of money. هذا يعني هو ده يشتغل بشكل مستمر. يوميا ده يشتغل وده يحصل فلوس. فنقول he makes a lot of money. زين هنا she's making another single. She's making another يعني هسه هي تتحضر الأغنية. هسه حاليا. وهذا شنو؟ continuous. Present continuous. زين نجي هنا he has his own company يعني هو يملك شركته الخاصة. زين she is having a good time. هي تملك فد وقت ممتع أو وقت جيد وحلو يعني. يعني حاليا يعني الظاهر الحفلة موجودة أو كذا. ف having a good time. على هذا وقت هسه هم نجي نشوف بالجرامر. زين هذه الأسئلة. شوف هنا يقول رث يعني what do what does هو يعني الأسئلة هذه تكون أسئلة من هاي الكلمات. ف what do تقول what does رث do يعني ايش تشتغل هي رث؟ الجواب she's a DJ. هنا where work شو نقول؟ نقول where does he work where does she work. زين she works in a club. هسه راح نطلع لكم ايش اسمه طبعا هاي القطع قريناها وهذه what does Ruth do. الجواب she's a DJ. where does she work. she works in a club in Europe. she works in clubs in Europe. how many children does she have. يعني هذا شوف ثالث واحد. how many children شلون اكو واحد منو هذا داز باي وسي يو ما ادري شنو اكتب اسمك ما ترى ما اعرف اسمك شنو زين يقول how many children does she have راح يصير الجواب How many children does she have? She has one son and she also has a grandson. Then, what sort of music? What sort of music does she like? شوف اسلوب السؤال لازم يجي هيجي. What does what sort of music يعني أي نوع من الموسيقى does she like؟ يا نوع من الموسيقى تحب؟ فالجواب انه هي تحب what sort of music does she like she likes Queen and the Rolling Stones and she also likes electro and dance music. زين why does she like young people because they are energetic and enthusiasm. Why does she like young people so much? Because they are so energetic and enthusiastic. زين. بعدين What is شوف هنا doing what is she doing at the moment what is she doing at the moment
يقول she's planning another European tour جولة أوروبية and she's making a new single تسوي أغنية جديدة. زين هاي الأسئلة بعدين فريزر هم عليه أسئلة راح نسمعها. Tape script 2.3. Ruth Flowers. What does Ruth do? She's a DJ. Where does she work? She works in clubs in Europe. How many children does she have? She has one son, and she also has a grandson. What sort of music does she like? She likes Queen and the Rolling Stones, and she also likes electro and dance music. Why does she like young people so much? Because they're so energetic and enthusiastic. What's she doing at the moment? She's planning another European tour, and she's making a new single. Fraser Doherty. What does Fraser do? He has his own company that makes jam. How much does he earn? He earns more than his parents. How many jars of jam does he make every year? He makes 500,000 jars a year. Whose recipe does he use? His grandmother's. It's a secret recipe. What's he writing? He's writing a cookbook. What's he trying to do? He's trying to get into the American market. Okay. شوف هنا اكو في الانترفيو ويا راث انترفيو اللي هو يعني لقاء يعني مقابله ويا راث ويسالوها وتجاوب. Do you like being famous؟ هي تقول don't be silly, I'm not really famous, I'm just an old lady who's having fun. يعني مو كلش مشهوره بس مجرد اني مره كبيره بالعمر تحب المرح وال يعني but it is unusual for someone your age, if you don't mind me saying, to be DJing in clubs for young people. But it is unusual for someone your age, if you don't mind me saying. يعني هذا مو فد شيء طبيعي لوحدة بعمرك. If you don't mind me saying, يعني إذا تسمحي لي, إذا ما تمانعين أحكي هذا الحكي, إذا ما تمانعين أحكي هذا الحكي, يعني مو فد شيء طبيعي لمرة بعمرك أنه تكون دي جي. يعني شو اسمه, يعني تعزف أغاني كذا in clubs for young people, الشباب ال يعني the young people, الشباب. Well, I just like the music and I don't want to be an old woman in an old people's home watching television and watching television all day long and going to church once a week. يعني أنا ما أريد أصير مثل النسوان ال يعني ذول الكبار بالعمر ويقعدون بالبيت بس يتفرجون تلفزيون وبعدين يروحون للكنيسة مرة بالأسبوع, وهاي يعني حياة رتيبة, فأنا ما أحب هالحياة هاي. فهو يقول why do you do it يعني ليش تسوين هالشيء. I DJ because the energy is fantastic, because I love to see young people enjoying themselves, because it makes me happy. يعني أحب أشوف الشباب أنه يستمتعون بنفسهم
وهذا يخليني أشعر بالسعادة. Does your family agree with you? يعني عائلتك هل إنه متفق وياك يقبلون؟ My family thinks it's great. Some of my friends say that it's not right for a woman my age to be wearing these clothes and staying out the night, out all night. يعني my family is great. يعني okay, ما عندهم مشكلة عائلتي. بس بعض أصدقائي يقولوا لي هذا مو صحيح المرأة بعمري إنه تلبس ملابس شباب وتبقى بالليل خارج البيت. And what do you say to them? وانتي شو تقول لهم؟ تقول I say, شوفوا ركزوا على هاي الجملة. تقول I say it's none of their business. I say It's none of their business. يعني أنتم ما عليكم. هيجي معناها تجي هنا. I say it's none of their business. يعني هم شا عليهم وما لهم علاقة. لا يتدخلون. هذا ليس من شأنهم. يعني هيجي معناها. It doesn't matter how old you are. If you want to do something, you can. هو مو مشكلة يعني العمر ما له علاقة. إذا أنت تريد تسوي فشي زين يعني شي زين ومفيد فهذا ما له علاقة بالعمر يعني إذا تقدر تسوي سوي حتى لو أنت عمرك كبير. شوف سمعوا اللقاء المقابلة يعني. An interview with Ruth. Do you like being famous? Don't be silly. I'm not really famous. I'm just an old lady who's having fun. But it is unusual for someone your age, if you don't mind me saying, to be DJing in clubs for young people. Well, I just like the music. And I don't want to be an old woman in an old people's home, watching television all day long and going to church once a week. Why do you do it? I DJ because the energy is fantastic. Because I